بيكون في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم فيها عن قانون الجذب والتخاطر، وهنتكلم فيها هجاوب فيها عن أسئلة كتير جدا بعتتلي الفترة اللي فاتت على الفيسبوك وعلى الانستجرام بخصوص قانون الجذب والتخاطر. فلو انتم مهتمين بعلم الطاقة او قانون الجذب او التخاطر، يبقى لازم تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتعملوا لايك للفيديو ان شاء الله بإذن الله. طيب، انا عملت فيديوز كتير قوي قوي الحمد لله اتكلمت فيها عن قانون الطاقة. يعني الفترة اللي فاتت كنت مهتمية جدا بموضوع قوانين الطاقة والقوانين الكونية وعلم التخاطر، وكمان علم وقانون الجذب اللي هو law of attraction، وعملت فيديوز كتيرة جدا. في موجود already playlist اسمها قانون الجذب والتخاطر، ممكن تدخلوا عليها تشوفوا كل الفيديوز اللي عملتها. طيب، كان بيبعت لي comments كتير جدا على الفيديو الاساسي اللي انا عملته اللي هو سحر التخاطر، بتقلي ان انا بعمل قانون، بعمل تمرينات التخاطر او بعمل تخاطر، بتقلي ان انا بعمل قانون، بعمل تمرينات التخاطر او بعمل تمرينات قانون الجذب بس بتفشل معايا، يعني مش بتنجح معايا. وناس كتير قوي بتسال طب ليه مش بتنجح معايا. واحده من الناس هي اسمها جيهان، كانت امبارح سالتني كتير جدا ليه بعمله كتير بيفشل. فكنت عامله لايف فجاوبت عليها، قلت لها اكيد انت بتعملي حاجه غلط او مش بتمشي على الخطوات بالظبط. طيب، في برضو بنت بعتت لي على الانستغرام بتقول لي، قلت لها انت بتعملي فيجواليزيشن؟ قالت لي لا. فايه الخطوات او الحاجات الاساسيه اللي لازم تنجح قانون الجذب؟ انا هتكلم عن حاجه مهمه جدا اللي هو التخيل. يعني هي البنت بتقولي بعمل الخطوات كل حاجه بس مش بقعد اتخيل، يعني عادي، يعني بفكر في الموضوع بس من غير ما اتخيل الموضوع في مخي. موضوع التخيل يا جماعه والفيجواليزيشن دي حاجه اساسيه جدا، يعني لازم وانت بتفكر في الحاجه وانت حلمك بقى، حاجه انت بتحبه عايز تجذبه، عربيه نفسك تجيبها، شغلانه نفسك تشتغلها، ان انت تشوف الشخص او تشوف الحلم ده قدامك كانه حقيقه، تحسه، يعني مشاعرك ناحيتها تبقى ناحيه الحاجه دي تبقى بوزيتيف كانك انت شايفها. طب تعالوا نراجع كده مع بعض المره المليون خطوات قانون الجذب، او هنتكلم عن جذب النهارده بلاش تخاطر عشان مش هينفع الاثنين مع بعض في حلقه واحده. طيب، اول حاجه ان انا لازم اعملها ان انا اكون قاعد في مكان هادي، مكان انا بحبه، مكان بستريح له نفسيا. دي خطوه مهمه جدا، ما يكونش في حد فيها. ليه؟ عشان لو انا قاعد معايا حد ممكن يحصل تضارب الافكار، ممكن افكارنا تتلخبط مع بعضها. فضروري جدا ان انا اكون في مكان هادي، في مكان بستريح له نفسيا، مكان فاضي، مكان اشغل ميوزك، يعني اعمل ريلاكسيشن، اعمل هدوء نفسي. المهم انا بكلم على ريلاكسيشن بكلم بسرعه قوي قوي. اعمل هدوء نفسي، محاوله بقى بطيئه، اعمل يعني ايه اللي هو اريح اعصابي، ارخي كل اعضاء جسمي. لو انا مستريحه اكتر وانا نايمه يبقى نايم، اقلع الشوز بتاعتي حلوه اكتر ان انا اكون حافي، اكون حاسس كده ان انا مرتاح، يعني جسمي كله مرتاح. طيب، الحاجه المهمه قوي 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 برضو ان انا اعمل تمرينات تنفس. يعني ايه تمرينات التنفس؟ عارفين اليوجا؟ لو في ناس بتحضر سيشن يوجا، لازم تاخدوا شهيق كده، تدخلوا بقول ميه مش عارفه يا جماعه، تدخلوا الهواء من مناخيركم لحد ما تحسوا ان بطنكم اتملت هواء. فده الصح، ان انت تملى بطنك هواء بالراحه خالص تطلعه تاني، فهتطلعه من بقك او مناخيرك عادي، مش فارقه انت بتطلعه ازاي، اهم حاجه ان انت تدخله من مناخيرك. فتعمله كده تقريبا لمده 5 دقائق، لما لحد ما تحس بالراحه وبهدوء بريلاكسيشن، لحد ما تحس ان انت فعلا اعصابك رخيت خالص، يعني بقيت مسترخي، يعني ريلاكست يعني. طيب، تاني حاجه مهمه جدا 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 فعلا في الموضوع، ان انت بقى يعني ايه تطلع اي حاجه سلبيه من دماغك. يعني ايه تطلع حاجه سلبيه؟ يعني في بنت كانت بعتلي تقولي انا عملته وانا كنت عاملاه وانا قلقانه وخايفه وبعمله. طب ما انت قلقانه وخايفه ومكتئبه وزعلانه وحاسه ان هو يوزلس، طب بتعملي ليه؟ طيب، فبالتالي لازم تبقى تطلع اي فكره سلبيه هتيجي في دماغك. انا عايزاك تركز في التمرين وبس، يعني اي حاجه نيجاتيف، حاجه مزعلاك، حاجه مضايقاك، حاجه انت قلقاك، كل ده يطلع بره مخك. تركز في التمرين وبس. طاقه سلبيه؟ لا لا لا. طيب، الحاجة التالتة المهمة ان انت ما تكونش داخل تجرب الموضوع، بقولها كتير قوي، يعني في ناس بتدخلها في ترايل، يعني مجرد تجربة. انت لما بتعمل كده هتفشل، لازم تعمل كده وانت متأكد وواثق في ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وواثق ان التمرين هينجح، سواء انت خاطر او سواء قانون جذب، هينجح لما انت يبقى عندك يقين. اليقين دي حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة، لازم يبقى عندك ايمان ويقين اللي انت يعني انت هتقدر سبحان الله بإذن الله، يعني ان انت تجذب ما تريد.
ليه بقى؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول تفاءلوا بالخير تجدوه؟ يعني انت لما تتفائل بالخير تجدوه. برضو في حديث انا نسيته هيجي في بالي دلوقتي حالا، وقل ادعوني فاستجب لكم، يعني ربنا بيقول لك ادعوني انا استجب لك. يعني بقول اعتذروني اعذروني يا جماعه، انا بتكلم بسرعه عشان دي مشكله عندي، انا بتكلم بسرعه بلس كمان يعني صوتي مزعج، انا صوتي وحش، ده انا هعمل قانون جذب بقى عشان اخلي صوتي حلو. انا يعني اتعرضت عليا قبل كده على فكره اكون مذيعه راديو، ما نجحتش بصراحه، عشان مش ما نجحتش هم يعني انا ما حبيتش، عشان عارفه ان انا صوتي مزعج ما حبيتش اداء المستمعين. بس يعني بحت صوتي كويسة. ما علينا، نرجع للموضوع التاني. طيب فاتكلمت دلوقتي ان انت موضوع ان انت لازم اي حاجة سلبية تطلعها يبقى عندك يقين الموضوع هيحصل. علم الفيجواليزيشن، التخيل، عارفين انتوا اللي هو تغمض عينك، ويفضل طبعا ان انت تعمله وتقعد تتخيل بلا حدود، تتخيل كل حاجة انت عايزها في الدنيا بقى، وتقابل بقى انت عايز تعمل تمرين عشان تشتري عربية، عشان تشتري الفيلا اللي بتحلم بيها، عشان تتجوز واحدة بتحبها، عشان تتجوزي واحد بيحبك، عشان حد يحبك اصلا، عشان تنجحي في شغلك، عشان تترقي، عشان فحلوة قوي ان انت تغمض عينك وتعيش في كوكب تاني، تعيش في عالم اخر، تتخيل كل حاجة انت عايز، تخيلها كأنها قدامك، تخيلها كأنها حصلت. لما تحس ان انت مشاعرك فعلا انت نفسك هتعرف ازاي ان التمرينه نجحت، هتلاقي في كميه مشاعر ايجابيه عندك، كميه يعني كان الحاجه فعلا، هتحس كان الحاجه حصلت قدامك ريلي، يعني حصلت قدامك فعلا، انت هتحس الشعور بقى بالارتاحيه والحيه والشعور بالصفاء المشاعر دي هتحسها ساعتها، هتعرف ان انت فعلا قدرت تعمل كده. عايزه اقول لكم بقى على سر خطير جدا انا عملته في حياتي قبل كده. اكتب احلامك، اكتبها فعلا، اكتبها وحطها وعلقها عندك، يعني اعمل لنفسك بورد كده او حيطه عادي، بس هات السوليتاب ابيض عشان ما نبوظش الحيطان وطنطتنا امهاتنا تيجي تذبحني انا، حيطه كده وتحط عليها مثلا انا بحلم ان انا اكون مدير ناجح، او انا بحلم اكون ام مثاليه، انا بحلم ان انا اشتري عربيه بي ام دبليو موديل كذا 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 ان شاء الله باذن الله، ودايما اقول ان شاء الله باذن الله، يعني دايما حط ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الرحمن، يعني قدم المشيئة، لأن مفيش أي حاجة هتحصل غير بإذن ربنا سبحانه وتعالى. طيب الحاجة التالتة برضو إن أنتوا فيجواليزيشن، يعني تجيب عربية مثلا، أصور بجد حلو إن أنت تطبع صورة العربية وتحطها قدامك، دايما نعدي تشوفها كل شوية، تشوفها، تشوف صورتها، تشوف شكلها، تشوف الكرايتيريا بتاعتها، تقرا كتير جدا، هعمل لكم أصلا فيديو مخصص كده لجذب العربية أنت عايزها. فتبقى حافظ العربية دي، حافظ تفاصيل، حافظ كأنها بتاعتك، عارف لما تبقى عارف تفاصيل والحاجات الخاصة بالحاجة بتاعتك، انا عايزك تحس بكده. طيب ايه تاني مهم جدا في الموضوع برضو؟ يبقى ان انت مثلا عايزة تكوني مذيعة، ايه المشكلة؟ تخيلي نفسك مذيعة، تخيلي نفسك وانت قاعدة بيركبولك الايربيز، بيركبولك المايك، المخرج عمال بيقول بيزعق للناس بتوع الاضاءة والناس المساعدين الاخراج يطلعوا من الاستوديو بسرعة عشان الهواء، تخيلي، عيشي اللحظة، عيشي الدور، عيشي الدور قوي، هتعملي كده. هاتي صورة، اعملي بيزنس كارد، اطبعي اسم القناة اللي نفسك تشتغلي فيها او اللوجو بتاعتها، حطها قدامك ودايما افتكرها، دايما فكر نفسك بيها. يعني انا هقول لكم على سر خطير، انا كان نفسي ان انا في قناة معينة كان نفسي اشتغل فيها، انا من كتر وانا عايزة احسس نفسي بالموضوع عملت الباسورد بتاعة اللابتوب بتاعتي باسم القناة، باسم القناة وارقام تانية، بحيث ان انا كل ما اجي اطبع الباسورد عشان افتح اللابتوب افتكر القناة وافتكر حلمي. انا عايزاكم تعملوا كده، عيشوا الحلم. ربنا سبحانه وتعالى ادينا نعمه مش حاسين بيها، ان احنا خيالنا بلا حدود، خيالنا ملهوش ثمن، يعني انت مش مفروض تدفع فلوس او تدفع فيز عشان تتخيل، عشان تعيش الخيال. في ناس تقول لك ما انت لازم تعيش الواقع، لا، ما هو الخيال ده هو اللي هيجيب لك الواقع، عارفين كده. طيب الحاجه اللي برضو حاجتين مهمين تانيين عشان عايز اختصر في الوقت، ان انت دايما لازم تكون متشكرين، يعني تحمد ربنا، تحس ان انت مش متعلق بالموضوع، يعني انت الحلم ده مش هتموت عليه، مش محتاجه، مش دايما في مثل بيقول لك الدنيا ما بتهديش محتاج، يبقى لازم تفك تعلقك بالشيء اللي انت محتاجه، ما تبقاش محتاجه جدا، جالك انت مبسوط، ما جالكش فانت حياتك مش هتنتهي عشانه، لازم تفك تعلقك وتشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه وتبقى من الشاكرين، عندك امتنان. طيب اخر حاجه عايزه اقولها ان انتوا تحاولوا تتصدقوا، يعني سبحان الله، يعني دايما طلع حاجه لله، طلع بنيه ان ربنا يحقق لك حلمك وان انت تقدر تجذب حلمك. مهم قوي يا جماعه موضوع الصدقه، مش بقول تتصدقوا بقى بطن من الدينار ذهب، ولا تتصدقوا ببقره مثلا، ولا يعني لا بخروف، لا، تتصدقوا باي امكانيه تقدروا، يعني ساعدوا حد، ساعدوا حد، ساعدوا حد بنصيحه، ساعدوا حد، يعني لما انتوا تقدموا الخير ربنا، يعني سبحان الله كما تدين وتدين، لما انت تدي لحد
حد ربنا هتلف الايام والدنيا هتديك لك اللي انت نفسك فيه. فحاولوا تساعدوا الناس، حاولوا تكونوا سبب في سعادة الناس. يعني شفت حد محتاج نصيحة يعني انصحه. على فكرة دي حاجة من الحاجات المهمة قوي اللي انا عملت القناة دي عشانها. انا ببقى مبسوطة لما احس ان انا باثر في حياة الناس بطريقة ايجابية. عايزة اقول لكم ان انا مش حياتي احسن حياة في الدنيا، ولا انا اشطر واحدة في الدنيا، بس على قد ما بقدر بحاول اسمع الناس. انا في اوقات كتيرة جدا ناس بتبقى مخنوقة قوي يا جماعة، ونفسها حد بس يسمعها، حد ما يعرفهاش، حد يسمعها ويقف جنبها، يعني او حد ما يعرفهوش ويقول لهم رايه بموضوعيه. وده اللي انا فكرت فيه. انا عايزه اقول لكم بس ان الفتره اللي فاتت اتعرض عليا كميه برايفت سيشنز. يعني ناس بتقولي يعني احنا عايزين ناخد برايفت سيشنز معاكي، ان احنا نقعد معاكي 1 تو 1، ان احنا نتكلم ونحكي لك، ويعني يعني مفيش مشكله، وبالفيز اللي انت عايزاها والمصاريف اللي انت عايزاها. فانا يعني انا فعلا بجد والله العظيم انا يعني قد ايه مبسوطة ان انا بساعد الناس فعلا. ويعني ربنا اللي يعلم ان انا بقيتش قادرة اساعد طبعا القدر ده من الناس. بس يعني انا موضوع السيشنز ده انا مش حابة دلوقتي، ممكن بعد فترة ابتدي اعملها، لدرجة ان انا اتعرض عليا سافر الامارات اعمل سيشن في الامارات. يعني فانتظروني قريبا في الامارات. يعني اتعرض عليا من دبي ان انا اروح ادي سيشنز برايفت وسيشن في سنترز، فهقول لكم. وفي امريكا كمان. المهم انا ارجع تاني عشان كل شوية اطلع بره الموضوع وارجع له تاني، مش عايزاكم تفقدوا تركيزكم. لما تخلصوا الحلم بتاعكم ده زي ما قلت لكم تشكروا ربنا وتساعدوا حد وتتصدقوا. اخر حاجه عايزه اقولها الفيجواليزيشن، وان انت تكتب حلمك كل يوم. اقعد اكتبه، كل اكتبه 5 مرات. انا نفسي اكون طيار ناجح، انا نفسي اشتغل في شركة مصر الطيران، انا نفسي اكون مضيفة، انا نفسي مش عارفة ليه طيارة مضيفة جت في دماغي فجأة، انا نفسي اكون جميلة قلبا وروحا يعني، او شكلا وروحا، انا نفسي شعري يطول ويتقل، اي حاجة في الدنيا عشان بتسأل. انا نفسي فلان يحبني. لو عايزين تقولوا انا نفسي مثلا يعني محمد صلاح، بلاش محمد صلاح عشان متجوز، انا نفسي لعيب كوره مشهور يا ربي ارتبط بيه وهو مش مرتبط طبعا، يعني عادي ممكن الدنيا تحصل انتوا تتقابلوا. بصوا من الاخر مفيش حاجه صدفه، كل حاجه في الدنيا ليها طاقه، كل حاجه في الدنيا ليها تردد. الصدف دي مفيش حاجه في الحياه اسمها صدفه، الصدفة دي احنا اللي بنجذبها. كل حاجة في الدنيا انت بتجذبها بافكارك حتى لو انت مش واخد بالك. على فكرة كده كده قانون الجذب شغال، سواء ان انت استخدمته او ما استخدمتهوش هو شغال كده كده. فياريت انت ما تكونش اداة ان الناس تانية بتجذب بيها احلامها. لا، خلي عندك احلامك اللي انت بتجذبها، خلي عندك طاقة ارسال واستقبال. امن باحلامك وتخيل، تخيل بلا حدود، طور تخيلك يا جماعة، لازم تطوروا التخيل بتاعكم. لو ما كناش احنا بنتخيل، لو ما كانش في واحد تخيل ما كانش الموبايل اللي انا ماسكاه ده في ايدي دلوقتي. يعني احنا لو ما كانش في حد تخيل ان هيبقى في موبايل سنة 2018 بيصور كده وانتوا في نفس اللحظة شايفيني، ما كانش هيبقى في موبايل. فلو ما كناش بصوا في اي حتة في البيت، يعني انا ممكن اوريكم اي حتة في البيت دلوقتي حالا، لو ما كانش صاحب الفكرة ده تخيلها سنة 1920 1800، ما كانش التليفون الموبايلات كل حاجة في الدنيا كانت عبارة عن فكرة وتخيل جه في دماغ حد معين زمان. خليكم امنوا بقدراتكم في التخيل، امنوا بقدراتكم في جذب كل حاجة انتوا عايزينها باذن الله سبحانه وتعالى وبالثقة في ربنا. ادعوا ربنا دايما يا جماعه، ربنا بيقول لكم ادعوني فاستجب لكم، يعني اكثروا من الدعاء، استغفروا ربنا، احمدوا ربنا، اشكروا ربنا، يعني ولئن شكرتم لازيدنكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني انت كل ما تشكر انا هزيدك، كل ما تحمد ربنا انا هزيدك. يعني فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا شير للفيديو للناس اللي انتم بتحبوهم بجد عايزينهم يستفيدوا. انت ممكن تكون سبب في ان حد فعلا يجذب حاجه نفسه فيها، ويجذب انسان نفسه فيه، او يجذب حلم ليه. ما تنسوش كمان تشتركوا في الانستغرام بتاعي، تعملوا له فولو موجود في صندوق الوصف، والفيسبوك كمان بتاعي question of the life. اول حاجه تقولوا انتوا بتتفرجوا عليها منين، تاني حاجه قولوا لي يعني كل واحد يقول لي ان هو ايه الحلم اللي نفسه يجذبه، يعني عادي زي جلسه تعارف كل واحد يقول لي ايه الحاجه اللي هو امنيه حياته يحققها، يعني حاجه يعني اكتر حاجه نفسه فيها. اكيد نفسنا في حاجات كتير جدا، بس عايز اعرف ايه اكتر حاجه بجد نفسكم ان انتوا توصلوا لها وتحققوا لها، تحققوها. بشكركم. النهارده هعمل فيديوز كتير جدا عشان انا عندي بلان النهارده، وقعدت ذاكرت حاجات كتير قوي بجد حابه ان انا افيدكم بيها. استنوني فيديوز كتير جدا، وكمان شويه استنوني عن فيديو مهم جدا لبرج الحوت عشان الناس بتاع برج الحوت زعلانه مني. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم. رسم ورب، باي باي.